خلونا نتابع مع حضراتكم عدد من اللقاءات مع الأمهات المثاليات في عدد من محافظات الجمهورية. الحمد لله، بشكر ربنا شكرا كثيرا جدا على ان هو كل نجاحي او مسيرة حياتي باللقب ده. والصراحة انا كنتش متوقعة، لان انا ما كنتش اصلا متقدمة للطلب، اللي هم كانت بنتي هي اللي بتقدم لي وعايزة تعملها لي مفاجأة. بصراحة كانت الناس في التضامن هنا ناس محترمة جدا جدا، وتقبلوا الاوراق. كنت يمكن اكون اخر واحدة مقدمة يعني، والحمد لله يعني سبت الموضوع بقى، لانه في اي وقت ان شاء الله ربنا يبشرنا بيها يعني. لحد امبارح لقيت الدكتور احمد ابني بيتصل عليا وبيقول لي مبروك يا ماما، انت فزت بلقب الام، وبعت لي الصوره من القرار يعني بالتهنئه وكده. والحمد لله يعني هي قصه كفاح. زوجي توفى وهم صغيرين، كان عندي محمد واحمد 9 شهور، وكان عندي شيماء 3 سنين او ما كملتهمش. والحمد لله ربنا أعاننا، وطبعا الحياة كانت صعبة في الأول، بس هم كتبوا الحاجات اللي هم شايفينها في حياتهم. أنا ما كنتش لما مع يعني الحاجات دي هم عايشينها معايا وهم شايفينها، بس يمكن هم داروا عليا علشان هم يعملوها لي مفاجأة. وكانت فعلا مفاجأة بالنسبة لي إن هم فكروا وإن هم حاسين بالحياة اللي احنا كنا فيها وبالعيشة اللي احنا كنا عايشينها، وبقد ايه احنا كنا مترابطين، وبقد ايه احنا كنا متحملين، وبقد ايه الحياة كانت صعبة. بعد استشهاد زوجي الله يرحمه، كان الحمل بقى مرض السنين ده، كنت متحملة والدنيا كانت برضو حلو، بس حتة ان هو مش بسابني بالتلاتة وان انا لا اتحمل مسؤولية في شغل وبيت، كانت برضو عاطق كبير عليا، حمل كبير على كتافي ان انا ابقى في شغلي اللي ما بعرفش استاذن منه كل شويه، لان ده قطاع خاص اجري واروح واشوفهم عشان الالتزام والمسؤوليه اللي هنا، عشان برضو دول اطفال محتاجيني حواليهم. كان حمل كبير قوي، صحيح كان في مشقه كبيره ليا ان انا ببقى قاعده ببالين شغلي، وان انا ما يحصلش في دروب وغلطه تعمل لي مشكله كبيره، وان ابقى برضو مطمنه اميره رجعت من الدرس، محمود راح جابها، بلال عمل ايه. وبعدها قلت ولادي بقوا رجاله، هم الحمد لله مكتفيني عن الدنيا. دوم استشهد محمود، ربنا برضو رزقني ببلال وبمصطفى جوز بنتي سن، فيا كل دي نعم جميلة هننكرها. اتصلوا بي بالتليفون الوزارة، واتصلوا بي الصحفيين، صراحة كانت فرحة يعني، بصراحة ربنا يفرحكم يا رب، يفرح الناس كلها يا رب، فرحة كبيرة والله. أنا نفسي أتكرم برضو زي ما تكرمت هنا في بلدي وسط أهلي وناسي، أتكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الله يبارك له ويديه الصحة يا رب، ويا رب يا رب يا رب يكرمنا إن شاء الله باللقاء معاه. فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، وكان يعني كانوا كويسين وبسمعوا الكلام وهم صغيرين، والحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. أقول للدولة كتر ألف خيرها، وربنا يصلح حالهم جميعا ويعينهم ويوفقهم ويولي من يصلح يا رب، اللهم امين. بلغوني ان انا طلعت الاولى الام المثاليه على محافظه الوادي الجديد، وده كان فرحه كبيره ليا، ويا رب يبارك فيهم يا رب ويجبر بخاطرهم زي ما جبروا بخاطرنا. كان ولادي هم قدموا لي، انا ما كنتش اعرف اساسا، فالحمد لله الفضل يرجع لله أولا، ثم فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بقول لهم ربنا يخليكم ويبارك فيكم ويسعدكم في الدنيا وفي الآخرة يا رب.